هل تعلم كيف تهبط الطائرات على المدرج الصغير لحاملات الطائرات؟ يمد عدد من الكوابل الغليظة بعرض سطح حاملة الطائرات، وتقوم الطائرة قبيل هبوطها بإنزال الخطاف الخلفي، وبمجرد هبوطها وملامستها لسطح الحاملة، يقع الخطاف الخلفي في إحدى الكوابل الغليظة التي تقوم بكبح الطائرة المندفعة وإبطاء سرعتها إبطاء كبيرا حتى تتوقف. وحينما تعجز الطائرة عن الوقوع في إحدى هذه الكوابل الغليظة، فإن على الطيار أن يقوم بمحاولة إقلاع خاطفة، وإلا فإن الطائرة قد لا تسعفها سرعتها الكبيرة في التوقف قبيل حافة السطح، وقد تستمر في مسيرها لتسقط في البحر.